الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة مفصلة من عاصمة الخبر. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا. واشنطن ترحب بالاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن أيرلندا الشمالية. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين. البداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا. وأشارت الوزارة إلى أن مدرعات أمريكية الصنع محملة بمواد كيميائية تقدمت إلى خط التماس في دونباس، ومؤكدة في الوقت نفسه أن حلف الناتو يستعد لتزويد أوكرانيا ب 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة. عقدت منظمة أمريكية غير حكومية مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا، وفي حديثه خلال المؤتمر قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا جون سوليفان إن القوات الروسية تخطط لنشر أسلحة كيماوية في مجال العملية العسكرية الخاصة. نحن نعتبر هذه المعلومات مؤشر على نية الولايات المتحدة نفسها وشركائها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة. أكد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيرلو بودانوف أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون مهمة للغاية في تحديد مسار الحرب. وأضاف بودانوف أن كييف تحتاج لإمدادات أسلحة ضخمة وخاصة الطائرات لتغيير مسار الحرب. كما يشار إلى أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت أتمت قبل أيام عامها الأول وسط غموض تام لمصير النزاع. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعرضت لهجمات جوية بمسيرات إيرانية الصنع. وأكد زيلينسكي حاجة بلاده الملحة لمقاتلات حديثة، وداعيا حلفائه الغربيين لرفع الحظر عن هذا النوع من الأسلحة. تعرضنا لهجمات جوية نفذتها طائرة إيرانية بدون طيارة، وتم إسقاط 11 منها من أصل 14، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 2 من موظفي الطوارئ الحكومية وإصابة 3 آخرين. لأجل ذلك نحن بحاجة إلى تزويد دفاعاتنا الجوية بطائرات مقاتلة حديثة، وأن يرفع حلفاؤنا الحظر عن ذلك حتى نتمكن من حماية كامل الأراضي الأوكرانية. أكد قائد القوات البرية الأوكرانية أن الوضع في باخموت شديد التوتر، مضيفا أن قوات فاغنر تحاول إحكام تطويق المدينة. في غضون ذلك ذكرت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك أن محور باخموت يشهد تغييرات كبيرة للغاية، وأكدت السلطات أن الظروف مواتية حاليا لإحكام التوقيع على القوات الأوكرانية في المدينة، فيما أشارت إلى أن مقاتلي مجموعة فاغنر موجودون في الوقت الحالي وسط مدينة باخموت الاستراتيجية. يأتي هذا فيما توقع مصدر عسكري أن تكثف القوات الروسية هجماتها باتجاه محور زابوريجيا.
أطلقت طائرات حربية روسية من طراز سو-25 صواريخ في منطقة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث تشهد قتالاً عنيفاً بين القوات الروسية والأوكرانية. كان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين قد أعلن سيطرة قواته على عدة بلدات جديدة بالقرب من باخموت، فيما أعلن الجيش الأوكراني استمرار الهجمات، ومشيراً إلى أن هجمات فاشلة بالقرب من 6 بلدات بما في ذلك يهدنا وبرخيفكا في منطقة دونيسك التي أعلنت موسكو ضمها. أعلن الكرملين أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تعتبر أولوية لموسكو، مؤكدا أنه يمكن تحقيق تلك الأهداف عن طريق المفاوضات. كما أشار الكرملين إلى أنه يمكن حل النزاع في أوكرانيا بالتفاوض ولكن دون تجاهل الحقائق الإقليمية الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد إشارات من قبل كييف تظهر استعدادها للتفاوض. ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، أصبحت التصريحات الإعلامية والدبلوماسية من أبرز اهتمامات العالم بعد أن امتد تأثير الحرب لمجالات متعددة. ويتبادل المعسكران التصريحات والاتهامات حول أسباب اندلاع الحرب وآليات إنهاء الصراع، بينما لا تزال المعارك قائمة ويتشبث كل طرف منهما باستمرارها حتى يتحقق أهدافه. المزيد في سياق هذا العرض مع أحمد أبو زيد. المعارك في المدن الأوكرانية على الجبهات المختلفة لا تتوقف، لكن التصعيد والوعيد الدبلوماسي أيضا لا يقل ضراوة في ظل غياب أي أفق للتسوية السياسية. الولايات المتحدة بدورها وجهت تحذيرا مباشرا إلى الصين من عواقب وخيمة وفق تعبيرها إذا قدمت الصين أسلحة لدعم العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إنه سيتعين على بكين اتخاذ قراراتها الخاصة حول أوكرانيا، لكنه حذر من أن المضي في طريق دعم روسيا عسكريا ستكون له تداعيات حقيقية على الصين وفق تعبير سوليفان. في الإطار ذاته قال مدير وكالة استخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أن الوكالة واثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة لروسيا، لكن بكين وفق ما يقول بيرنز لم تتخذ قرارها النهائي بعد. في رده على هذه التصريحات تقول وزارة الخارجية الصينية إن بكين تحافظ على التواصل مع جميع الأطراف في الصراع الروسي الأوكراني بما في ذلك كييف، مشيرة إلى أنها تركز على أهمية التوصل لحل سلمي. ماذا عن روسيا؟ روسيا حذرت من أن استمرار الغرب في تزويد كييف بالأسلحة قد يقود لكارثة نووية عالمية. يقول نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن ضخ الأسلحة يعرقل من إمكانية إحياء المفاوضات وفق تعبيره. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول أيضا إن بلاده قد تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا وفق ما يقول ميدفيديف. يشير أيضا إلى أن بلاده استطاعت أن تضمن التعاون مع أغلبية دول العالم. على خطوط المواجهة زار قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكي مدينة باخموت في الشرق التي لا تزال تركز القوات الروسية من هجماتها عليها ومنذ شهور في إطار محاولاتها الرامية للسيطرة على منطقة وحوض دنباس بالكامل. المعارك الميدانية إذن لا تزال متسارعة، والتصعيد والوعيد الدبلوماسي والتهديدات بمختلف أشكالها لا تزال قائمة أيضا حتى هذه اللحظة. تقول روسيا إنها ترحب بتسوية سياسية بشروط، تقول أوكرانيا أيضا إنها ترحب بأي تسوية سياسية مع بقاء أوكرانيا بحدودها التي كانت عليها عام 91، وكلا حزم الشروط بين الدولتين تبدو محالة للجميع. أكدت دراسة نشرتها وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن اللاجئين الأوكرانيين يعانون من مخاوف مالية ومشاكل في سوق العمل والأثار النفسية للحرب. وقال ما يقرب من نصف عدد الذين شملتهم الدراسة ويبلغ عددهم 14,700 لاجئ في 10 دول أوروبية إنهم غالبا ما يعانون من الاكتئاب. وفقا للدراسة فيعد الافتقار إلى المهارات اللغوية أكبر العقبات التي تواجههم في سوق العمل. كما أشارت الدراسة إلى أن حوالي 30% قد تعرضوا للاستغلال، لا سيما العمال في المصانع ومواقع البناء.
رفعت سلطات مدينة بطرسبورغ شمالية روسيا الحظر الجوي الذي فرضته لوقت قصير فوق المدينة دون تحديد الأسباب. وقالت سلطات روسية أن مطار بولكوفو المدني في بطرسبورغ استأنف الخدمة في استقبال وإقلاع الطائرات منه بعد تعليق العمل به بشكل مؤقت في وقت سابق. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم ملاحظة جسم مجهول يطير في سماء المدينة بالقرب من مطار بولكوفو قبل توقف رحلات وهبوط الطائرات. مزيد من التفاصيل والمتابعة حول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية نتحول إلى رغدة منيب. تفضلي رغدة. مرحبا شيماء وأمل، شكرا لكما وأهلا بكم. عبر الهاتف من كييف ينضم إلي الدكتور ميكولا باستن الباحث والمحلل السياسي. دكتور باستن أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن اتهامات روسية لواشنطن باستخدام أو إمكانية استخدام أسلحة كيماوية، ما مدى معقولية الاتهامات الروسية وما الدلائل التي ساقتها موسكو بهذا الخصوص؟ السلام عليكم. بالنسبة لهذه التهديدات، قد لاحظنا كثيرا من المرات أن روسيا تتهم الجوانب الأخرى بالأعمال التي تريد أن تقوم بها بنفسها، وهذا طبعا يثير مخاوف بأن روسيا ربما تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية بنفسها كما كان في فصل الصيف. ومع ذلك يجب تعزيز المحاولات من أجل منع هذا العمل. بالنسبة لكل هذه الاتهامات، ف موقف أوكرانيا هو مستقر دائما. إذا كانت هناك أي اتهامات بأي ذنب فهي يعني مستعدة لقبول أي تحت فروق التحقيق، أي محققين للتحقق من صحة هذه. نعم، لكن دكتور باستن، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية في روسيا قال إن تم رصد في محطة قطار كراماتورسك قطارا وصل في 10 فبراير يحمل أسلحة كيماوية. وأيضا قال إن تصريحات نسبت إلى السفير السابق للولايات المتحدة في موسكو تحدث فيها عن نية القوات الروسية استخدام أسلحة كيماوية، ما يشير إلى أن هناك نية مبيتة بنفس المنطق الذي تسوقه أنت في مسألة الاتهامات الروسية. نعم، وروسيا دائما تقوم بمثل هذه التصريحات غير مثبتة وغير المبررة. يجب أن ننظر إليها كما هي، يجب أن نفهم جيدا. الإجابة الوحيدة هي إذا كان هناك كانت أي شكوك فالتحقيقات فقط تستطيع أن تشير إلى الحقيقة. نعم، طيب، زيارة مفاجئة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين إلى كييف والإعلان عن 1,200,000,000 دولار كحزمة من دفعة تقدر ب10 مليارات دولار لتغطية عجز الميزانية في أوكرانيا، ما قيمة هذا الدعم في ظل هذا التوقيت الدقيق في عمر المعركة بين الجانبين؟ الآن تعاني أوكرانيا من مشاكل كبيرة مالية وفنية، وهناك نسبة البطالة عالية وفقدت الكثير من الأوكرانيين الأمل، وطبعا تعتمد أوكرانيا على هذه المساعدات، ويتم تزايد هذه المساعدات المالية. هذا يشير إلى أن الدول الغربية ربما تتوقع إنهاء هذه الحرب في الوقت القريب، ولذلك هي تريد دعم أوكرانيا لكي تكون قادرة على المقاومة وعلى الصراع.
وعلى تحقيق هذا الانتصار. طيب، معركة باخموت يبدو أن الأمر أصبح مجرد مسألة وقت في ظل تصريحات من أوكرانيا تقول إن الوضع معقد للغاية هناك، وحاكم باخموت يقول إن الطرق المودية إلى المدينة باتت تحت سيطرة نيران الروسية. في المقابل أيضا على الصعيد السياسي بيسكوف يقول إن الخطة الصين الخاصة بالسلام تتماشى مع نهج موسكو ونتفق بشأنها. إلى أي درجة المعارك على الأرض قد تجبر كييف على الذهاب بالفعل إلى طاولة مفاوضات إذا تم التوافق بين الأطراف الدولية على الخطة الصينية؟ بصراحة مدينة باخموت هي بلدة صغيرة وليست مهمة جدا استراتيجيا. هناك تدور هناك معارك حول هذه البلدة منذ شهور، وبالحقيقة تتقدم روسيا قليلا، ولكن منذ نصف سنة تقريبا. تعلم دكتور باستن أن باخموت هي البوابة لدخول إلى المنطقة الشرقية، وهي أيضا منفذ للإمدادات والتعبئة، وبالتالي السيطرة عليها رغم أنها ربما تبدو بلدة صغيرة لكن لها أهمية تكتيكية واستراتيجية على الأرض. نعم، أهمية تكتيكية توجد، ولكن لا أظن أنها أهمية استراتيجية كبيرة. طبعا سقوط هذه المدينة سيؤدي إلى مشاكل، ولكن لن تكون فقدانا استراتيجيا كبيرا ليدفع أوكرانيا إلى ليجبر أوكرانيا على تغيير رأيها ودفعها إلى طاولة المفاوضات. إذا كان هناك هجوم واسع كما كنا نتوقع أن روسيا ستحقق هجوما واسعا جدا، ولكن سقوط باخموت لا يعني هجوم واسع. شكرا لك دكتور ميكولا باستن الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من كييف. هذه عودة مرة أخرى إلى شيماء الكردي وأمل مضهج لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل. شكرا رغدة. رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية بمرحلة ما بعد الخروج من التكتل. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن هذا الاتفاق من شأنه تحسين ازدهار الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة، معربا عن تقديره لإيجاد حل وسط بشأن القضية الشائكة المتعلقة بأيرلندا الشمالية. نشعر بالامتنان لأن الجانبين تمكنا من الاتفاق معا على إطار عمل ويندسور. هذا الاتفاق يتماشى مع البروتوكولات التي وضعتها إيرلندا الشمالية، ونعتقد أن هذا سيساعد على تحسين أوضاع كلا الطرفين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسيفتحان الآن جميع أنواع السبل التجارية التي كانت معرضة للخطر إلى حد ما قبل هذا الاتفاق، لذلك ستترك الأمور على ما هي عليه الآن. وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية لما بعد مرحلة خروج المملكة المتحدة من التكتل. جاء ذلك خلال المحادثات التي عقدت بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، ويتعلق الاتفاق ببروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يحدد العلاقات التجارية مع التكتل الأوروبي. في قلعة ويندسور التاريخية قرب العاصمة البريطانية لندن كتب فصل جديد في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكزيت، عنوانه التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من هذا التكتل. إعلان الاتفاق تم في أعقاب لقاء بين رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وبموجب هذا الاتفاق تم التوصل إلى حل النزاع التجاري طويل الأمد الذي يتعلق بتنظيم التجارة في أيرلندا الشمالية وإزالة كل عقبات نقل البضائع التجارية بين أيرلندا الشمالية أحد أقاليم المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، ما اعتبرته حكومة لندن نقطة تحول لشعب أيرلندا الشمالية.
يمكننا الآن أن نقول إن البضائع ستتدفق بحرية وسلاسة عبر السوق الداخلية للمملكة المتحدة، وإننا حمينا مكانة أيرلندا الشمالية من خلال اتحادنا الذي مكننا من حماية السيادة لشعب أيرلندا الشمالية. هذه كلها إنجازات مهمة يجب أن نركز عليها، وأعتقد أننا جميعا نعرف الاستقرار المطلوب في أيرلندا الشمالية. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين من جهتها قالت إن اتفاق وينسور قدم حلولا طويلة الأمد للخلافات بين الجانبين بشأن أيرلندا الشمالية، وتصدى لجميع مخاوف الشركات التجارية. إطار العمل هذا سوف يسمح لنا ببدء صفحة جديدة يقدم حلول طويلة الأمد يمكننا من خلالها أن نشعر بالثقة، وكذلك الحال بالنسبة للشركات التجارية. هذه الحلول المستنبطة التي تتصدى لكافة مخاوف تلك الشركات التجارية. رئيس الوزراء كان قد عمل بصورة جادة في جملة من المجالات. الترتيبات الجديدة تقدم رزمة متكاملة بحيث يمكننا من خلالها أن نتطرق بطريقة حاسمة لكافة شأن يرتبط بحياة الناس بصورة يومية. اتفاق وإن كان يحتاج إلى تصويت مجلس العموم البريطاني، فقد حقق اختراقا وانفراجة في الخلافات البريطانية الأوروبية من جهة، وحافظ على وضع أيرلندا الشمالية كإقليم ضمن السيادة البريطانية من جهة أخرى. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تار ويسلاند بعد طلب من دولة الإمارات. وذكرت البعثة الإماراتية في المنظمة الدولية أن طلب عقد الاجتماع بشكل عاجل يأتي في ظل استمرار التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية. وكان مجلس الأمن قد عقد الأسبوع الماضي جلسته الشهرية، أصدر خلالها بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان، فيما عقد الشهر الماضي أكثر من جلسة إحداهما كانت طارئة على خلفية اقتحام المسجد الأقصى المبارك. عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي في العاصمة أستانا. هذا وسيعقد بلينكين اجتماعا مع مسؤولي ما يطلق عليها مجموعة C5+1 التي تضم الولايات المتحدة وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، حيث من المقرر أن يؤكد على التزام الولايات المتحدة باستقلال وسيادة ووحدة أراضي دول آسيا الوسطى حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان تطورت بشكل كبير. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهان بيراموف في باكو، أشار لافروف إلى أن التبادل التجاري مع أذربيجان بلغ 4 مليارات دولار. تطور الملحوظ لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، ومن المتوقع التبادل التجاري القياسي حوالي 4 مليارات دولار، وهناك عدد كبير من مشاريع كبرى بما فيها تطوير الممر لنقل والمواصلات الشمال والجنوب، والمتخصصون الروس مستعدون للمشاركة في هذا العمل، وهناك التعاون الاقتصادي المخطط بين أذربيجان وروسيا، وسنتوقع انعقاد المؤتمر في 2023 بهذا الموضوع. من جانبه قال وزير خارجية أذربيجان جيهان بيراموف أن إرمينيا تنتهك الجوانب الإنسانية من اتفاق السلام بين البلدين. كما أضاف بيراموف أن أرمينيا تشن حملة دعائية تعرقل التهدئة، منتقدا نهج يريفان من اتفاقية السلام الذي وصفه بغير البناء.
نشهد خلال الفترة الأخيرة الوضع في الممر لاتشين، وأود الإشارة إلى أن السبب الأول لهذا الوضع هو انتهاكات متكررة من قبل أرمينيا لبنود البيان الثلاثي القاضي بالاستخدام الإنساني للممر لاتشين. ولقد أشارت أذربيجان خلال السنوات الماضية إلى هذه الانتهاكات من قبل الجانب الأرميني في الاتصالات وعبر الوسطاء وكذلك بشكل علني. شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية وعدد من الشركات القطرية في إطار دعم وتوزيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. جاء ذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2015 واتخذت خلاله خطوات هامة لتحسين الاقتصاد المصري. كما أضاف خلال لقائه مع رجال أعمال ومستثمرين قطريين أن الحكومة المصرية تعمل دائما على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياجات كبيرة لتلبية متطلبات شعبها. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب بدعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتم إساءة استخدامه وانتهاكه واستغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، ومشيرا إلى أنه في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى السنوية 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأنه يتعرض للهجوم من قبل جميع الأطراف. مزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتحول مرة ثانية لرغدة منيف. تفضلي رغدة. مرحبا من جديد شيماء وأمل، شكرا لكما، وأرحب بكم مجددا. من جنيف ينضم إلي خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. خالد أهلا بك. إذن دورة لستة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ماذا لدينا من تفاصيل بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمناقشات اليوم الثاني؟ أهلا ومرحبا بك. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الدورة 37 بعد 100 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي يأتي على رأس جدول أعمالها مناقشة التقارير المقدمة من مصر وبنما وسريلانكا وبيرو وزامبيا لإظهار مدى تنفيذها لبنود وأحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومساء أمس استمعت اللجنة إلى تقييم
المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري لتقرير اللجنة المصرية المعنية بهذا الملف. وقد تحدثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس قائلة بأنها وكامل أعضاء المجلس يتلمسون إرادة سياسية حقيقية لرفع لزيادة الوعي بحقوق الإنسان والالتزام الكامل بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين كافة. وأضافت بأن الدليل على ذلك هو اعتماد الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا كان طرفا فاعلا في لجنة العفو الرئاسي، وأنه كان أحد الداعين للحوار الوطني الذي يضم الأطياف السياسية كافة في مصر. ولذلك هي أكدت لأعضاء اللجنة على أن هناك التزام ببنود الحقوق المدنية والسياسية في مصر خلال الأعوام الماضية. اليوم تبدأ اللجنة مناقشة الوفد المصري الرسمي الذي يشرف على إعداد هذا التقرير وتفنيد بنوده. تبدأ الاجتماعات اعتبارا من الساعة 3 إلى 6 بتوقيت جنيف، وتتواصل صباح الغد من الساعة 10 إلى 1. نعم خالد، هذه الدورة تحمل خالد، هذه الدورة بشكل عام أيضا تتبنى ما يدور في أوكرانيا على جدول أعمالها ومناقشاتها، وسيطرت على الجلسة الافتتاحية بالأمس. عضوية روسيا معلقة لكنها تشارك يوم الخميس من خلال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف كدولة مراقب. هل لدينا أي تفاصيل حول ما سيشارك به ريابكوف في هذه الجلسة؟ الحقيقة أن الوفد أن الجلسة الافتتاحية شهدت هجوما كاسحا من معظم الوفود وأعضاء اللجنة على الغزو الروسي الذي وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه مجنون وأعاد البشرية عقودا إلى الوراء سماها العقود الإمبريالية الغابرة. يعني من المتوقع أن ترد روسيا على تلك على ذلك الهجوم. وفي الحقيقة الملاحظ أن روسيا باتت محاصرة في معظم نعم خالد فيما يخص الموضوع الأوكراني. نعم. وهناك حشد غربي أوروبي أمريكي لمنع ما يسمونه إتاحة الفرصة للوفود الروسية لكي تطلق دعايتها السياسية التي تبرر لها غزو بلد صاحب سيادة. نعم، شكرا لك من جنيف، كنت معنا خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. أعود مرة أخرى إلى شيماء الكردي وأمل مضهج لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضلت. شكرا لك رغدة. نتابع معكم هذه النشرة، حيث أعلنت الأمم المتحدة عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لإغاثة متضرري الزلزال إلى مناطق شمالي غربي سوريا من معبر باب الهوى. ذكرت المنظمة أن إدارة المعبر تعمل على تسليم الشحنات إلى المنظمات الشريكة مع الأمم المتحدة لتوزيعها على المتضررين من الزلزال. وأضافت المنظمة أن القافلة تضم 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وبعض المستلزمات اللوجستية، لترتفع بذلك عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر باب الهوى إلى 336 شاحنة أممية. هنا القاهرة عاصمة الخبر، ونشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. بكين تندد بمهلة واشنطن لحذف تيك توك من أجهزة الوكالات الفيدرالية. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إحراز تقدم على طريق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو خلال المحادثات التي استضافتها بروكسل. وأكد بوريل حصوله على تعهد من الدولتين بعدم اتخاذ خطوات أحادية تقوض عملية السلام. يسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لإنهاء النزاع المتنامي بين صربيا وكوسوفو. وفي أحدث جولات المفاوضات بينهما، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إحراز تقدم على طريق تطبيع العلاقات والاعتراف المتبادل بينهما بناء على خطة وضعها الاتحاد ولم يكشف النقاب عن تفاصيل بنودها. لدينا تجارب عديدة شهدت محاولات لإنجاز اتفاقات لكنها لم تلقى في النهاية النجاح. أما الآن فالأطراف أبدت استعدادها للمضي قدما من أجل التوصل لاتفاق جديد والوفاء به، وهذا سيكون بحاجة لمزيد من المفاوضات. أما على أرض الواقع، يبدو أن ربع قرن من الزمان لم يكن كافيا لمحو الخلاف، ما يتجسد حاليا في تظاهرات واشتباكات وأعمال عنف من حين لآخر تشهدها المنطقة الحدودية شمال كوسوفو والتي يقطنها أقلية صربية وتتهمهم كوسوفو بالموالاة لصربيا. ودائما ما يشكك الطرفان في تنفيذ الاتفاقات السابقة، لا سيما وأنه منذ عام 2013 تجرى مفاوضات بين الدولتين لتطبيع العلاقات وفتح معابر حدودية وإجراء تفاهمات أخرى من شأنها تهيئة الأجواء نحو انضمام كليهما للاتحاد الأوروبي. وعلى أمل إنهاء الأزمة نهائيا، سيقوم جوزيف بوريل بجولة مفاوضات جديدة بين الجانبين في شهر مارس، ستكون فاصلة في التوقيع على اتفاق ملزم بين الجارتين ينهي صراعا لا تتحمل القارة العجوز تجدده. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تحطم قارب مهاجرين قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي إلى 64 شخصا. جاء ذلك عقب اصطدام قارب خشبي كان يقل مهاجرين إلى أوروبا بصخور على الساحل الشرقي لكالابريا. هذا وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقب الحادث بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا تحدث المزيد من المآسي على حد قولها. على نطاق واسع، انطلقت المناورات العسكرية كوبرا جولد بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، ويشارك الجيش الأمريكي خلال هذه المناورات الحالية بفرقة عسكرية هي الأكبر منذ بدء التدريبات العسكرية مع تايلاند. تشمل المناورات العسكرية تدريب الأفراد على تكتيكات ساحة المعركة وتكنولوجيا المعدات الجديدة وحماية أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية. وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن المناورات تظهر عزم الدول المشاركة على الاستجابة الجماعية من أجل الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحفظ السلام والاستقرار بها. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ إن بكين تعارض بشدة إعلان البيت الأبيض منح الوكالات الفيدرالية مهلة تصل إلى 30 يوما لحذف تطبيق تيك توك من أجهزتها. وأضافت أن الولايات المتحدة توسع مفهوم الأمن القومي بشكل مبالغ فيه، واتهمتها بإساءة استخدام سلطات الدولة لقمع الشركات الأجنبية. الولايات المتحدة وهي القوة العظمى الأولى في العالم تخشى بشدة من تطبيق الهاتف المحمول الذي يحبه الشباب كثيرا لدرجة أنهم يفتقرون تماما إلى الثقة بالنفس. نحن نعارض بشدة النهج الخاطئ للجانب الأمريكي المتمثل في قمع الشركات في البلدان الأخرى بشكل غير معقول. يجب على واشنطن أن تحترم بشكل فعال مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة. وكان البيت الأبيض قد أمهل الهيئة الحكومية مدة 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية. وأعلن شالاندا يونغ مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أنه سيكون مطلوبا من الجهات الحكومية تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام التيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.
مزيد من التفاصيل مع رغدة منير. تفضلي رغدة. شكرا شيماء وأمل، وأهلا بكم من جديد. من بكين ينضم إلي السيد نادر رونغ، الكاتب والمحلل السياسي. سيد نادر، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. لماذا ترى الولايات المتحدة في تطبيق تيك توك تهديدا لأمنها القومي؟ هل هناك حقا مخاوف أمنية أم أن الأمر دعاية سياسية فحسب؟ أهلا ومرحبا بكم. طبعا يعني المهاجمات أو الاستبعاد التطبيقات أو هذا التطبيق الصيني يعني يظهر أن الولايات المتحدة دائما تعتبر الصين كأكبر تهديدا لها، وأي شيء يعني يخص الصين أو يعني هم حساسة جدا. حتى كان هناك أقوال تقول أن الثلاجة التي تم إنتاجها من الصين أيضا فيها الأجهزة التجسس، فلذلك هناك المبالغة في القلق، ويعني وكذلك هذا يظهر يعني قلقهم أو كيف نقول قلقهم وكذلك للصعود الصين. ولذلك الصين يعني تعارض هذه مثل هذه القرارات وتدعو الولايات المتحدة لاحترام اقتصاد السوق والاحترام التجارة الحرة وعدم التوسيع يعني مفهوم أمني الوطني، وكذلك عدم الإفراط في استخدام القوة يعني السلطة لقمع الشركات الأجنبية وتقديم البيئة التجارية الملائمة للشركات الأجنبية. كندا والاتحاد الأوروبي تبنيا قرارات مشابهة مؤخرا تجاه نفس التطبيق. ما انعكاسات هذا الحظر الغربي بشكل عام على التطبيق ومستقبله؟ وهل تكبر الشركة المالكة لهذا التطبيق على بيعه مثلا مستقبلا؟ أولا هذه يعني هذه القرارات هو من ضمن الحرب التكنولوجية التي شنتها الولايات المتحدة على الصين، فيعني هدفه السهل هو مع الصعود الصين أو مع التقدم التكنولوجيا الصيني، ولذلك هذه يعني التطبيقات هي فقط نوع من التطبيقات مثل التويتر وكذلك الانستغرام، يعني يحبه الكثير من الشباب وفي أنحاء العالم، فاستخدام قوة السلطة لضرب هذه الشركات يعني هناك المبالغة، وكذلك يعني تعتبر الصين هذا السلوك تخالف المبادئ التجارة الحرة التي يعني تدعوها الولايات المتحدة كذلك، وكذلك يعني اقتصاد السوق، وهذا لا. لا يمكن أن يساعد على النمو الاقتصادي، وكذلك يعني يدر بمصالحه. صحيح الهيئات الحكومية الأمريكية أصبحت لديها حظرا من استخدام هذا التطبيق، لكن هذا التطبيق ما زال متاحا لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة وبقية العالم. شكرا لك من بكين، كنت معنا نادر رونغ الكاتب والمحلل السياسي. هذه عودة مرة أخرى لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة مع أمل مضهج وشيماء الكردي، تفضل. شكرا رغدة مرة أخرى. ضربت عاصفة ترابية ضخمة شمال غربي تكساس في الولايات المتحدة، وأعلنت وسائل إعلام محلية أنه تم إصدار تحذير من الغبار بعد انخفاض الرؤية إلى حد كبير بسبب العاصفة الترابية. We'll be right back.
اقتصاديا، كشفت شركة تسويق النفط سومو عن عزمها إيجاد منافذ جديدة لنقل وبيع النفط العراقي بعد أن تأثرت صادرات البلاد عبر ميناء جيهان التركي في أعقاب الزلزال. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الصادرات خلال شهر فبراير جاءت في متوسط المتوقع رغم وجود فاقد بسبب تأثر ميناء جيهان جراء الزلزال، وذلك لوجود مخزون من خام كركوك في خزانات بشركة نفط الشمال بالميناء. كما تم استئناف الضخ من محطة سارالو باتجاه ميناء جيهان التركي بعد بضعة أيام فقط من وقوع الزلزال. ارتفع تضخم أسعار السلع الغذائية في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد في فبراير، ما عزز اعتماد البريطانيين على المتاجر التي تقدم أسعارا مخفضة. بلغ تضخم أسعار المواد التموينية 17.1% في الأسابيع الأربع حتى 19 من فبراير، ارتفاعا من 16.7% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات. تسارعت معدلات التضخم في فرنسا خلال فبراير الجاري، وقفزت أسعار المستهلك في البلاد بنسبة قياسية بلغت 7.2% بوتيرة سنوية مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والخدمات. تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بنحو 10.7% على أساس سنوي في يناير الماضي. أفادت وزارة الطاقة الروسية بأن إنتاج موسكو من الغاز الطبيعي بلغ 62.7 مليارات متر مكعب. رياضيا، استقال نويل لوغراي من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. واستقال لوغراي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد منذ عام 2011 في ظل تحقيق قانوني بوجود مخالفات أخلاقية بعد تقرير لعملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية هذا الشهر. وتعرض لوغراي البالغ عمره 81 عاما أيضا لانتقادات حادة بعدما قلل من شأن زين الدين زيدان نجم المنتخب الفرنسي بعد تمديد عقد ديدي ديشام مدرب المنتخب الوطني الحالي حتى 2026. خلال حفل جوائز الأفضل، قدمت الفيفا جائزة خاصة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي الذي وافته المنية قبل عدة أسابيع بعد صراع طويل مع المرض. تسلمت مارسيا أوكي أرملة بيلي الجائزة من السويسري جياني إيفانتينيو رئيس الفيفا ونجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو، وذلك بعدما أشاد بالنجم الراحل المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات سابقة. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التشكيلة المثالية لعام 2022، وضم التشكيل المثالي للاعبي كرة القدم في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، وفي خط الدفاع المغربي أشرف حكيمي، والبرتغالي واو كانسيلو، والهولندي فيرجيل فان دايك، وفي خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كارلوس كاسميرو، وفي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والفرنسي كريم بنزيما، والنرويجي إيرلينغ هالاند. أعلن الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على تويتر عبر الإنترنت عن تجديد عقد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأول حتى عام 2026.
قاد المدرب صاحب ال 44 عاما منتخب التانجو للتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم في قطر ديسمبر الماضي، وهو اللقب المونديالي الثالث عبر تاريخ منتخب الأرجنتين، إضافة للقب كوبا أمريكا 2021. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم عناوينها. روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا. واشنطن ترحب بالاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن أيرلندا الشمالية. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين. ختم النشرة، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. أيضا بإمكانكم متابعتنا عبر تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب متابعتكم، أنا القاهرة عاصمة الخبر.